كان العقيد محمد صالح الحياوي من بين الذين رشحوا ليكون خليفة للرئيس راحل هواري بوسين رحمه الله. الكل صورة شهيد بطاقة تعريف له، لكن ما وقفت عليه أن في كل بطاقة توفي 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 الدرجة هذه. نحن لا نفرق بين مفهوم توفي، ولا نفرق بين مفهوم استشهد، ولا نفرق بين مفهوم اغتيل، ولا نفرق بين مفهوم اعدم. إمام وعضو في الجمعة في جمعية العلماء المسلمين، يعني إنه ابن أسرة متدينة ذات علوم علم ومعارف، رجل متدين في وقت وجيه حفظه، يعني الكتابة عن شخصية تاريخية وعسكرية ومناضل ومثقف وسياسي لا ينبغي أن يكون في صفحات قليلة. ونحن هنا أجد نفسي أجالس الكبار. كيف نستطيع يومي الحديث عنه حديث منذ شهور؟ طبعا لقاء اليوم يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني الشهيد الذي يتوافق مع 18 فبراير من كل سنة. واليوم بطبيعة الحال سوف نستضيف الكاتبة الباحثة والإعلامية الصحفية الإعلامية علجية عيش، وموضوع اللقاء اليوم هو شخصية سياسية وطنية، المجاهد العقيد محمد صالح الحياوي رحمه الله. في هذا اللقاء سوف نستعرض كتابين للأستاذة علجية عيش، هو من جزئان. الجزء الأول حول محمد صالح الحياوي الشخصية الثورية والجهادية، والجزء الثاني محمد صالح الحياوي المثقف والسياسي. الهدف والمغزى من هذا اللقاء هو إحياء الرموز الثقافية والنضالية والجهادية والسياسية للجزائر. وطبعا يبقى للعقيد محمد صالح الحياوي المجاهد الكبير يعني مكانة هامة ومهمة جدا في تاريخ الجزائر المعاصر، والتي من شأنها أن تلهم الأجيال القادمة التي تتطلع إلى التقدم، والتي تتطلع إلى غد أفضل في إطار جزائر جديدة إن شاء الله. هذا اللقاء تاع اليوم اللي يدخل في الواقع في برنامج تحت عنوان منتدى الكتاب، واللي كان انطلق منذ أول أكتوبر 2023 ولازال مستمر، حيث أنه كل 15 يوم راهم يدعو كتاب ومثقفين، سواء من هنا من ولاية تاع معسكر أو حتى من الولايات تاع برا ولايات أخرى. في الثورة وقعت أخطاء وجرائم، اغتيالات، أنتقت الرفيق نضال رفيق دربك في هذه الجريمة بل أبشع من جريمة، وأصدرت كتاب لم أريد أن أتحدث عنه، اغتيالات كرونولوجيا الاغتيالات في الجزائر. سيد بختي العلام عضو نادي بيت الحكمة في المكتبة الرئيسية للمطالعة الدولية المصرية، بهذه المناسبة العظيمة وهي مناسبة يوم الشهيد، ارتأت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الدكتور يحيى بوعزيز لولاية معسكر أن تقوم بهذه التظاهرة منتدى الكتاب، وارتأت أن تستضيف الكاتبة الحجية عيش من قسنطينة، أردت أن تقوم أن تأتي إلى ولاية معسكر، ورحبنا بها ترحيبا كبيرا. فهو يركز على الجانب التربوي، تهذيب النشأ، كان يركز في خطاباته ومقالاته عن تربية المرأة وتربية الشباب وتكوينهما، وكيف نقدمها كيف تكون المرأة والرجل رجال الغد في بناء الدولة الجزائرية. بمناسبة اليوم الوطني للشهيد 18 فبراير، أرحب بالسيدة الكاتبة التي جاءتنا من مدينة العلم والعلماء ومدينة الإمام عبد الحميد رحمه الله، يعني الذي أسس جمعية العلماء المسلمين. نرحب مرة ثانية بالكاتب. إذن الأستاذ السؤال
الذي أريد أن أطرحه على الجميع وعلى هذا المجمع الكبير، وهو لابد متى، قبل أن نقول لابد متى، يعرف جيلنا شهدائنا، هؤلاء يعني شهدائنا الذي ضحوا من أجل الوطن فتحيا بالنفس والنفس. لك يعني شخصية، أنت لماذا إلى قطاع التربية؟ أريد ماذا كنخبة، نحن كنخبة مثقفة لابد ماذا من تمرير رسالة إلى جيلنا حول شهدائنا ومجاهدين الذين ضحوا من أجل هذه الجزائر الغالية الحبيبة علينا ومن أجل هذا الوطن. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.